رغم طبعا انه ممكن في ناس تقول انه الاوضاع ما زالت صعبه، بس انا بتفق مع زميلتي فاطمه في انه لا، احنا قطعنا مشوار كبير، قطعنا مشوار كبير ودفعنا ثمنه تضحيات، قطعنا مشوار كبير مفيش منحه حد اداها لنا، عمال مصر انتزعوا من النظام الحاكم، وانا هنا هستخدم كلمه النظام الحاكم لانه هو النظام موجود، نظام لم يختلف من 25 يناير بتغيير الوجوه المختلفه من مبارك لطنطاوي لمرسي، لكن هتكلم بعد كده عن ايه هو جوهر النظام الحاكم في البلد دي وفي كل تقريبا بلدان العالم، وازاي ممكن نسقط هذا النظام ونقيم نظام جديد زي ما كان ابراهيم بيتكلم حوالين السياسات اللي بيتبعها هذا النظام في مصر وفي اليونان وفي اسبانيا وفي ايطاليا وفي كل الدول اللي في العالم تقريبا، هي سياسات الرأسمالية وتأثيرها على العمال، وزي ما قالت فاطمة قد ايه هذه السياسات اثرت على حقوق العمال وعلى اوضاعهم. انا النهارده حابب اتكلم عن حسب عنوان الندوة العمال والثورة، وهنا يعني لما نتكلم عن العمال والثورة هتكلم عن على الأقل آخر ثلاث ثورات لو اعتبرنا اللي في النص ثورة في مصر، هتكلم عن في نقط سريعة قد إيه العمال بيبقوا هم القوة الأساسية وقوة رئيسية في الثورات، وبنشوف بعد كده الأنظمة اللي بتيجي بتتعامل مع العمال إزاي. هبدأ بثورة 19. عمال مصر شاركوا بكل قوة مع الحركة الوطنية المصرية اللي كانت بيتصدرها في الوقت ده الطلبة والمثقفين في انتفاضة وحركة إضرابية واسعة جدا في العشرينات ضد الاحتلال الإنجليزي ولدعم مطالب الاستقلال الوطني، وكانت مشاركة عمال الترام وعمال صناعات تحويلية في مصر في الثورة 19 كانت واسعة جدا ومؤثرة جدا في نجاح على الأقل الانتفاضة وفرض حكومة مصرية منتخبة بديلة شوية عن المندوب السامي البريطاني. في الفترة دي كان العمال المصريين بيمارسوا حقهم في الإضراب وأنشأوا العديد من النقابات، ووصلوا إن هم أنشأوا اتحاد عام للعمال حر كانش تابع للدولة. بعد ثورة 19 أول قرارات حكومة الوفد المنتخبة هي حل اتحاد العمال. الحكومة اللي جابتها ثورة 19 حلت اتحاد العمال بسبب إنه العمال ما كانوا شايفين إن إحنا بنعمل انتفاضة ضد الاحتلال الإنجليزي بس عشان نمشي العساكر الإنجليز، لا ده إحنا كمان لينا مصالح لينا مطالب ولينا أوضاع عايزة تتغير في شركات سواء بيملكها إنجليز أو بيملكها مصريين. الموقف الثاني أو النقطة الثانية هتكلم عن 52 حركة الضباط الأحرار، الناس بتسميها ثورة وأنا بفضل أسميها حركة الضباط الأحرار. 52 سبقوا موجة من الإضرابات العمالية وحركة اجتماعية واسعة جدا في مصر في فترة الأربعينات. دي كانت من أهم مراحل ومحطات اللي كانت العمال فيها بيناضلوا فعلا بقوة، واستطاعوا ان هم ينتزعوا عدد كبير جدا من النقابات العمالية. وبعض المحللين السياسيين اللي كانوا بيرصدوا الأوضاع الاجتماعية والأوضاع الاحتجاجية في مصر فترة الأربعينات قالوا انه الجيش قطع الطريق على الثورة. ثورة كانت تختمر في مصر في الأربعينات ودخلت حركة الضباط الأحرار قطع الطريق على هذه الحركة الاحتجاجية. وبعد 19 يوم بالضبط من يعني تولي الضباط الأحرار للسلطة، وكانوا بيتكلموا حوالين تقديم العدالة الاجتماعية للعمال، تم إعدام خميس والبقري، مصطفى خميس ومحمد البقري، ودول اتنين عمال من غزل كفر الدوار، واحد كان عنده 18 سنة والتاني 19 سنة، لأنهم أضربوا اعتقادا منهم إن السلطة الجديدة جاية علشان تنفذ مطالب العمال. تم إطلاق الرصاص على العمال في كفر الدوار، وبالفعل تم إعدام خميس والبقري. بس مشهد الإعدام له دلالة ولو لازم أحكيه.
جمعوا 1500 عامل من عمال الغزل والنسيج، مش من شركة غزل كفر دوار، لا جابوهم من كل شركات النسيج، وأعدموا العمال في النادي بتاع الشركة في الملعب بتاع الشركة عشان يبقوا عبرة لعمال الغزل والنسيج وعبرة للحركة العمالية المصرية. احنا ممكن نديكم لكن انتم ما تطلبوش، وانتم تلزموا حدوثكم. ودي كانت أولى قرارات وختم مجلس قيادة الثورة أو حركة الضباط الأحرار. هاجي عن المشهد الأخير واللي احنا طبعا كلنا عشناه، الاثنين اللي عدوا ما شفناهمش، بس طبعا التاريخ بيتكتب وتاريخ الحركة العمالية بيتكتب بالدم، تحديدا في مواجهة السياسات الظلم اللي بتمارسها السلطة. بعد تنحي مبارك بأقل من شهرين أصدر المجلس العسكري قانونه بحظر الإضراب، رغم أنه يعني هم طبعا كانوا ضد التظاهر، بس هو شاف أنه الخطر جاي من الناحية دي، لأنه بعد التنحي وكتير من الناس مشيت من الميادين، اللي ما وقفش العمال بدأوا إضرابات من يوم 6 فبراير، لكن ما توقفوش مع تنحي مبارك زي ما احنا مشينا من بخيابتنا، يعني مشينا من الميادين، العمال فضلوا مكملين بإضراباتهم. ليه؟ كانوا شايفين انه كل مؤسسة فيها مبارك صغير، الوزارة فيها مبارك، رئيس مجلس الإدارة هو مبارك بتاعنا اللي موجود في هيئتنا للعام او السكة الحديد او وزارة البترول او غيرها من الشركات، وبالتالي كملوا في حركتهم الاحتجاجية على مدار شهر مارس وابريل للمطالبة بإسقاط كل مبارك في كل مؤسسة. فكان رد فعل المجلس العسكري هو اصدار القانون بحظر الاضراب. طيب وده بيقول لنا انه ايا كانت النظم السياسيه اللي بتتغير، ماشي، الوفد اللي هو حزب الليبرالي منتخب وضباط الاحرار جيش عسكر يعني واخوان مسلمين في السلطه وقبلهم طبعا مبارك، دي انظمه سياسيه مختلفه لكن كلها متفقه في عداء للعمال، جميعا متفقين ان هم مش عايزين العمال يتحركوا. ده يدخلنا على النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها، اي نوع من النظام السياسي احنا عايزينه كعمال في هذا البلد وفي كل بلدان العالم، الحل فين؟ كيف تنتصر الثوره بتاعتنا وكيف نبني نظام سياسي لا يعادي العمال، لا يقمع العمال، لا يعدم العمال زي ما حصل تاريخيا، سواء وقت مبارك ما اطلق رصاص على عمال الحديد والصلب وكفر الدوار والفلاحين طبعا، وايام العسكر الاولانيين والعسكر التانيين اللي عايزين اللي هم بيمثلوا جوهر. طيب نتكلم عن النظام الحالي والبديل بتاعنا ليه. النظام الحالي ما هواش فقط مرسي ولا قبله كان مبارك ولا هو مجرد بس طنطاوي، النظام الحاكم اللي في مصر هو سلطة راس المال، وده اللي احنا بنعاني منه كلنا، وحتى عمال البترول امبارح كانوا بيكتفوا برحيل المستثمر. احنا عندنا 1000 عيلة تقريبا من رجال الاعمال والمستثمرين بيملكوا البلد دي وبياخدوا كل الثروه اللي بينتجها العمال والشقيانين في البلد دي، وبتتركز الثروه دي فوق في قمه الدوله في راس الدوله السياسيه والاقتصاديه في النظام الحاكم. نيجي نبص على خريطه الاقتصاديه، عندنا مؤسسه العسكريه بتمتلك تقريبا مش بتمتلك بتسطو وتسيطر على تقريبا 35% من الاقتصاد بالقوة العسكرية الجبرية، وبالتالي هي كمؤسسة ما اصبحتش بس فقط ان هي جهاز مسلح بيدافع عن الطبقة اللي بتملك، ده هي نفسها بقى بتملك وبالتالي بتدافع عن مصالحها قبل ما بتدافع عن مصالح سويرس ومحمد ابو العنين ومحمد فريد خميس وحتى خيرت الشرطة. فبالتالي ده جناح فوق في الطبقة الحاكمة. الجناح الثاني طبعا سلسلة رجال الأعمال اللي بيمتلكوا معظم المصانع والأراضي والخدمات اللي موجودة في الدولة. وهنا هضرب مثل صغير يعبر عن قد إيه إنه الناس دي عيلة واحدة، أسرة واحدة، طبقة واحدة حاكمة، ماشي، بغض النظر مين اللي بيمثلهم سياسيا. نبص ليه محمد أبو العنين ومحمد فريد خميس. دول أحد أقطاب وأحد عصابة
جمال مبارك. الناس دي كانوا اعضاء في الحزب الوطني او اعضاء في لجنه السياسات، وكانوا بالنسبه للاخوان يعني العدو اللدود. النهارده مبارك اللي هو اكبر راس في البلد سقط واتحط في السجن، ماشي، لكن محمد ابو العينين و محمد فريد خميس بيركبوا على طياره الرئيس الجديد ويروحوا مع الصين. الطبقه الحاكمه مش مستعده تضحي بعز بابو العينين، ممكن عز لانه كان مفضوح قوي مع مبارك وجمال، ماشي، ورغم كده فلوسه شغاله زي الفل بره طبعا، يعني عز جوه وفلوسه بره زي الراجل ما كان بيقول في الفيلم. مصنع عز الدخيله او شركه الدخيله للصلب لسه مملوكه ليه وبيدير استثماراته من داخل سجن تورن، وبالتالي هو ما يقدرش يضحي برجل اعمال واحد، ماشي، ظالم للشعب ده وبيسرق الشعب ده. ممكن نمشي مبارك، ممكن نمشي طنطاوي نفسه، لكن لا يمكن ان احنا نمس مليم من اموال رجال الاعمال. عشان كده لما عمال سيراميكا كليوباترا اضربوا في السويس، اللي راح فض اضرباتهم الدبابات، رغم انه يعني ابو العينين ده ما هوش راجل في الجيش وهو كمان من النظام السابق، لكن لو نجح عمال سيراميكا كليوباترا، لانه الخطوه اللي خدوها كانت خطوه تخوف السلطه، ان هم سيطروا على الانتاج وقالوا مش هنطلعوا مصنع الا لما ناخد اجورنا، لما جبتوش اجورنا وحوافزنا وارباحنا هنبيع الانتاج لصالح العمال. فانتصار عمال سيراميكا كليوباترا في احتجاجهم ان هم يسيطروا على الانتاج ويبيعوه لصالحهم، ده معناه انه يتنقل لبقيه المصانع الثانيه بما فيها المصانع المملوكه للجيش. بالتالي راحت الدبابات على طول عشان تخلص الموضوع. فالطبقه ممكن مبارك يقع، ممكن مرسي نفسه يقع، مش مشكله، لكن الطبقه الحاكمه اللي بتملك الفلوس الثروه في البلد دي متكاتفه مع بعض. متكاتفه مع بعض وليها اجهزه بتدافع عنها. ليها اجهزه سياسيه وليها اجهزه امنيه. الاجهزه السياسيه بتبقى في الحزب الحاكم عاده، البرلمان والنواب اللي موجودين جواه. واجهزه امنيه طبعا انتوا عارفين الاجهزه الامنيه كويس، كل الناس العمال اللي شاركوا في اضرابات اكيد راح لهم اجهزه امنيه قبل الثوره بشكل وبعد الثوره بشكل تاني، اما الراجل او بدله بتاع امن الدوله او الشرطه العسكريه بالجاب الاحمر او بالامن المركزي. بالتالي الاجهزه دي بتدافع عن مصالح الناس اللي فوق. طبقه الحاكم بيدوروا الاقتصاد ازاي؟ زي ما ابراهيم كان بيتكلم عن فكره النمو، انه الراسماليه عندها مبدا اساسي، محتاجين نحقق ارباح، احنا مش بننتج عشان الناس ترتاح. الراسماليه ما بتنتجش علشان الناس اللي بتشتغل او الشعب يرتاح او يلاقي الحاجه اللي هو عايزها. هو احنا ليه بنشتغل؟ بنشتغل عشان نوفر لنفسينا ادوات المعيشه، الحاجات اللي تعيشنا كبني ادمين. الراسماليه ما بتنتجش عشان كده خالص، بتنتج علشان تحقق اكبر قدر من الارباح. وعندنا هضرب نموذج صغير ومثل صغير في الراسماليه في مصر وفي العالم بتنتج ازاي. العقارات في مصر، اي واحد ماشي في الشارع لو سالته احنا محتاجين ايه في السوق العقاري هيقول لك يا عم عايزين مساكن شعبيه، شقه 80 متر، عماره 5 ادوار، احنا هو ده اللي عايزينه في مصر. تبص بقى للراسماليه العقاريه في مصر بتبني ايه؟ بتبني الابراج الشاهقه وبتبني التجمع الخامس والساحل الشمالي وكل الفلل والقصور الفخمه اللي في البلد. هو بينتجه للناس اللي معاها فلوس، الناس اللي معهاش فلوس مش مهم الناس تسكن. ف بيدوروا الاقتصاد لصالح ارباحهم مش لصالح احتياجاتهم. وده بيتم باستغلال جدا للعمال، تخفيض الاجور وزياده ساعات العمل وغيرها من الاجراءات اللي احنا بنحس بيها. طيب يبقى احنا محتاجين ان الطبقه دي، النظام الحاكم اللي احنا هدفنا بسقوطه لازم يمشي، وندير الاقتصاد بالشكل اللي يوفر مطالبنا. احنا مش عايزين شركات استثمار عقاري تبني فيلل وشاليهات، محتاجينها تبني عقارات شعبيه، مساكن شعبيه للناس. علشان ده يتحقق، عشان نوصل للكلام ده، مين اللي في ايديه زماره رقبه الطبقه الحاكمه؟ في ايدين العمال. هما
ماخدين سلطتهم من الارباح، والارباح بتيجي من العرق اللي موجود واللي بيبذله العمال في المصانع وفي الشركات وفي المؤسسات المختلفه. طيب المصانع دي اللي بيديرها العمال واللي بيصينها العمال واللي بينشئها العمال، هي مملوكه للعمال، يعني هي انشئت بسواعد العمال، هي المفروض تبقى مملوكه للعمال نفسهم، مش ان هم ينتجوا والثروه دي تروح للطبقه اللي فوق تعمل فيها اللي هي عايزاه، تجيب بيها اجهزه امنيه تضربنا، تفض الاضرابات، او تسرح العمال وتقفل المصانع. احنا محتاجين ان العمال اللي في ايديهم المكن يدوروه لمصلحتهم مش لمصلحه رجال الاعمال. ده مش هيحصل من غير ما يبقوا العمال متنظمين سياسيا ومتوحدين في الحركه بتاعتهم، لانه النهارده عمال سيراميك كليوباترا لما سيطروا على الانتاج لوحدهم قدروا يحاصروهم، راح الجيش عشان يحاصر المصنع ويفض اضراب العمال ويرجع السيراميك لبولندا. ده محتاج يتنظم في حركه جماعيه، لانه الشركه يعني مبارك زمان لما كان بيضرب الاضرابات وبتقف، كان بتقف ليه؟ بتقف لان كان بيحصل اضراب كل 5 سنين، حديد وصوله ب 89 ضربوهم بالرصاص، مفيش اضراب حصل في مصر الا في 94. النهارده لانه في حركه واسعه جدا ما يقدرش يضرب العمال بالرصاص، ماشي، لكن لو عمال مصنع واحد سيطروا على الانتاج هيروح يضربه ويمنع الحركه دي. احنا محتاجين ان موارد البلد واقتصاد البلد يشتغل لصالح العمال ولصالح الفقراء، مش لصالح الطبقات الغنيه اللي بتسرق الانتاج. العمال في الطريق اللي ده محتاجين حزب عمالي سوي، حزب عمالي سوي ينظم الحركه العماليه ويوحد صفوفها من القطاعات المختلفه وفي المحافظات المختلفه. غير كده هنفضل نعمل سياسه الجري في المحل، بناخد مكاسب وهم بيرجعوا ياخدوها مننا تاني. لما نتكلم عن ارتفاع اسعار 22% مع التضخم، طيب كل العمال اللي اضربوا خلال الفتره اللي فاتت لو كانوا حصلوا على مكتسبات او منح او حوافز اتمسحت مع ارتفاع الاسعار، لانه في الحقيقه اجرهم بيقل. فهنفضل طول الوقت احنا واولادنا اللي هم عمال تحت الطلب، ما احنا بنعمل ايه؟ بنشتغل واولادنا ورانا مستنيين لما احنا يعصرونا في المصانع وبنموت او يصرحونا، ويجوا اولادنا عمال يخشوا على نفس الايه المكنه اللي هي بتهرس عظمنا في لحمنا. ف اللي احنا شايفينه انه الطريقه بتاعت اداره الاقتصاد دي بتتم لصالح الناس اللي فوق. هل مفيش طريقه تانية لاداره الاقتصاد؟ لا، في ان احنا المصانع بتاعت البلد تشتغل لصالح العمال ولصالح الشعب وتبقى مملوكه للعمال وللناس اللي في الدوله. محتاجين ننظم نفسنا في احزاب سياسيه عماليه، لانه في كتير من الاحزاب، وانا ضربت امثله عن العسكر والوفد والاخوان فيما يتعلق بموقفهم من العمال. محتاجين برامج سياسيه منحازه للعمال هي اللي تطبق. انا اخترت المشاركين سويين، واعتقد انه انا شايف انه الاشتراكين الثوريين مكان مناسب لوجود العمال علشان يحققوا مطالبهم ويحققوا انتصارهم على السلطه السياسيه اللي موجوده والنظام الحاكم. انا بشكل واضح بدعو كل العمال اللي في القاعه واي مكان بروحه ان هم ينضموا معانا في الاشتراكين الثوريين علشان نسقط الطبقه الحاكمه اللي فوق وننتزع كل مطالبنا من السلطه الحاليه، لانه المسار الثوره اللي لسه ما زالت قويه وواثقين فيها عند لحظه من اللحظات لابد ان يبقى فيها الحزب الثوري، حزب العمالي الثوري. ممكن الانتفاضه تنجح في بدايتها بشكل عفوي، لانها هتطير مين؟ عشان ما تخشش في صدام نطير مبارك. لكن لما هنيجي عند المطالب الحقيقيه، عن النظام الحقيقي اللي بيحكم البلد دي، لو مش متنظمين كويس في احزاب ثوريه حركتنا مش هتنجح. هنلاقي النهارده عمال البترول اللي قاعدين على الرصيف اللي هم عمال الشبكات، قبلهم بشهور كان قاعد عمال بتروجيت، قبلهم بشهور كان قاعد عمال نتجاز، وهيجي بعديهم عمال تانيين وعمال الاسمنت. فهيفضل طول الوقت كل دفعه من العمال بتتشرط
وبتتذبح وبتيجي اللي بعدها تاخد دورها. احنا محتاجين نوحد صفوفنا علشان ما نفضلش طول الوقت بنتذبح من السلطه. العمال اللي بتتفصل، العمال اللي بتتحبس، العمال اللي بتطرد من مصانعها، ده لازم يقف. ومش هيقف لوحده، مش هيقف فقط بان احنا نبدي تعاطفنا مع بعض، هيقف لما يبقى عندنا تنظيمنا السياسي. كل القوى اللي موجوده في المجتمع من النظام الحاكم عندها تنظيمات سياسيه. الرجال الاعمال عندهم الغرف التجاريه، عندهم الاحزاب السياسيه، عندهم القنوات الفضائيه، عندهم الجرايد بتاعتهم. احنا ما عندناش الكلام ده، عندهم الاذاعه والتلفزيون. كل دي ادوات موجوده في ايدين رجال الاعمال والحكومه. العمال في ايديهم ايه؟ العمال في ايديهم ثلاث حاجات: الاضراب والنقابه والحزب السياسي. بالتلات حاجات دول نقدر فعلا ان احنا نحقق اي مطلب لينا، ونقدر فعلا نهزم النظام. الفيلم على مدار 50 دقيقه تقريبا كان بيعرض الاوضاع الاجتماعيه في مصر لحد 25 يناير، وشفنا التنويع بتاعه الاوضاع الاجتماعيه من فلاحين لناس اصحاب مساكن بتطرد، لناس اصحاب اراضي بتتاخد، لعمال معتصمين على الرصيف، لعمال مضربين في مصنع. كل الفئات الاجتماعيه حتى الاطفال واقفين بيتظاهروا. الاوضاع الاجتماعيه دي لسه زي ما هي، لكن اللي اتغير ان احنا بقى عندنا ثقه، اللي اتغير ان احنا فعلا قدرنا نؤمن ونحس بقوتنا، ان احنا نقدر نطلع في مظاهره في اي وقت نتحدى بيها السلطه الحاكمه. لكن امتى بقى هيوصل ان المشهد ده ما يحصلش، ما يتكررش تاني؟ مشهد الظلم الاجتماعي اللي كان موجود ده ما يحصلش تاني، ان الناس اللي كانوا متسببين وما زالوا في المشاهد دي يقعوا من على راس السلطه في مصر، ونقيم نظام سياسي جديد، نقيم حكومه عماليه، حكومه تدير المصانع والاراضي والشركات والمؤسسات لصالح العمال مش لصالح راس المال. وانا زي ما بقول في كل حته انه العداله الاجتماعيه عايزه ثوره عمليه. شكرا.